الطفل عنيد ما بيسمعش الكلام، وانا التربيه الايجابيه ان انا ما ينفعش اضربه وان انا ما ينفعش اعنفه، مش عارفه اعمل ايه علشان اعدل السلوك. ايه الطرق البديله بقى يا دكتور عشان احسن من سلوك الطفل؟ الطفل لما بيكون عنيد فبيكون عنيد لاني اصلا التعامل معه بعنف. فطول ما انا بتعامل مع الطفل ده بعنف هيبقى عنده رد فعل. فالمفروض ان البديل للعقاب هو الالزام، ان لما بدي الطفل اوردر بيبقى ده اوردر مهم قوي، ده لازم يتم. المفروض بسيب للطفل مساحه من الحريه في حياته الطبيعيه، عشان لما اقول على حاجه لا تبقى هي لا، ولما اقول على حاجه لا يبقى تبقى لازم لا تحت اي ظرف واي بند. عايزين ندي امثله شويه يا دكتور. يعني دلوقتي انا بقول له ذاكر ابسط الحاجات في ايام الامتحانات اللي احنا فيها دي، علشان الطفل يعني خلاص عنده امتحان، فانا عايزاه يقعد يذاكر، هو مش عايز يقعد، ولما بيقعد بيركز في 500 حاجه تانية وعمره ما بيركز في الكتاب ولا في المذاكره. اتعامل ازاي في الحته دي؟ طيب خليني اقول لما بيكون طفل زي دوت فده عنده فرط حركه مش موضوع عند. فرط حركه ده محتاج شغل تاني، محتاج جلسات مخصوصه لفرط الحركه. تمام. وبيتعمل مقياس لفرط الحركه عشان يتعرف الفرط الحركه دي ايه وضعها بالنسبه له ونسبتها قد ايه، وبعض اوقات محتاج دواء. لكن لما بتكلم عن سلوك العند انا عايز الزم الطفل، فلما بدي للطفل اوردر المفروض ان الاب الام الاثنين يتحدوا بنفس الراي بنفس الفكر على ان الاوردر ده لازم يتم. طفل قلت له ذاكر ما ذاكرش، هقول له اعمل حسابك، عايز تلعب العب، بس انت مش هتنام غير لما تخلص مذاكره. فهنا هيجي في وقت النوم عايز ينام، هقول له مفيش نوم، حتى لو ما قامش مخلص الواجب، حتى لو حل الواجب غلط. المهم ان انا عملت له قاعده الزام والتزام ان الواجب ده هيتعمل. لو الطفل دوت عمل الواجب في وقت الارهاق بتاعه بالصوره دي انه فعلا ما نامش غير لما عمل الواجب، هيتعلم بعد كده انه يجي من بره يخلص الواجب بتاعه وبعدين يلعب عشان ما يسهرش او ما يقعدش ساعات زياده وبرده ملزم يعمل الواجب بالظبط. طيب